بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في حلقة جديدة من افهمها صح. كان نفسك تروح تحج السنة دي ومعرفتش؟ أنا كمان كان نفسي أروح أحج ومعرفتش، لكن لأن ربنا كريم ورحيم وعدنا بحاجات لو عملناها هناخد بيها أجر الحج والعمرة. من الحاجات دي هناخد 5 حاجات، تعالوا بسرعة نعرفهم ونعرف الدليل على كل واحدة منهم. وما تنسوش في آخر الفيديو هنقول إجابة سؤال الفيديو اللي فات، ونقول كمان سؤال الفيديو ده. أنا محمد العشماوي، ويلا نبدأ بعد ما نصلي على النبي. ورفعنا لك ذكرك. أول حاجة من 5 حاجات هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ورد في صحيح الجامع: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة. ودي طبعا من فضائل صلاة الجماعة في المسجد، فلو كنت بتتهاون في صلاة الجماعة قبل كده، لو سمحت من النهاردة احرص على صلاة الجماعة في المسجد، لأن لها أجر الحج والعمرة. الحاجة التانية وعايزكم تركزوا معايا فيها قوي لأنها سهلة ومش محتاجة أي مجهود، ووردت في البخاري ومسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلوا بالكم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بما لو أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. يعني ببساطة بعد كل صلاة هنقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ننال بيها أجر الحج والعمرة والجهاد والصدقة. في كرم أكتر من كده؟ الحاجة التالتة هي قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يعني في 3 شروط: الشرط الأول صلاة الفجر في جماعة، الشرط الثاني هو ذكر الله حتى تطلع الشمس، والشرط الثالث هو صلاة ركعتين بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا، وبكده تستحق الجائزة وهو أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الحاجة الرابعة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ورد في مسند أبي يعلى، وكمان رواه الطبراني في الصغير وفي الأوسط بإسناد جيد: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. صدق رسول الله. والحديث حسنه العراقي في تخريج الإحياء. يعني ببر الوالدين وطاعتهم والإحسان إليهم تنال أجر الحاج والمعتمر والمجاهد. الحاجة الخامسة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي ورد في صحيح الترغيب والترهيب: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. يعني نحرص على حضور مجالس العلم في المسجد، وهنيئا لك الأجر. تعالوا بسرعة نلخص اللي قلناه. هم 5 حاجات: الأولى المشي إلى صلاة الجماعة بالمسجد، الثانية قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد كل صلاة، الثالثة هي صلاة الفجر في جماعة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلاة ركعتين بعد شروق الشمس بربع ساعة، والرابعة بر الوالدين والإحسان إليهم، والخامسة حضور مجالس العلم بالمسجد. تعالوا نشوف سؤال الفيديو اللي فات. سؤالنا النهاردة هيكون عن سجود التلاوة. لو لاحظنا في آخر آية في سورة العلق بنلاقي في علامة كده، ده علامة سجود التلاوة. فإيه اللي مفروض أعمله لما أوصل للعلامة دي؟ وهل يشترط عشان أسجد سجود التلاوة إن أكون متوضي؟ وهل سجود التلاوة واجب ولازم أعمله ولا هو سنة ولا إيه؟ وكمان هو القرآن فيه كم سجد التلاوة؟ هسهل عليكم شوية. أول سجد التلاوة في سورة الأعراف، وآخر سجد التلاوة في سورة العلق اللي قلنا عليها من شوية. كده باقي كم سجدة في النص؟
واخر سؤال، ايه الدعاء اللي بقوله في سجود التلاوه؟ والاجابه هنقولها في فيديو ظريف كانت عاملاه شبكه زاد، تعالوا شوفوا مع بعض. اتفق العلماء على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة وخارجها. فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وسجود التلاوة مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه أحيانا. وصفته أن يكبر عند السجود ثم يرفع من غير تكبير، لا يتشهد ولا يسلم. فإذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند الرفع منه، ويقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلاة، وسواء فيه التسبيح والدعاء. ويستحب أن يقول كذلك: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ويجوز سجود التلاوة خارج الصلاة على غير طهارة أو استقبال للقبلة وفي أوقات النهي، لأنه ليس بصلاة، لكن فعله على طهارة مع استقبال القبلة أفضل. وإذا كرر آية سجدة ليحفظها اكتفى بسجدة واحدة فقط دفعا للحرج والمشقة. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، فإذا قرأ القارئ آية السجدة ومعه قوم يستمعون لتلاوته سجدوا إذا سجد، ولا يرتبط المستمع بالقارئ في فترة السجود، فله الرفع من السجود قبله وعليه. فلا يشرع سجود من سمع آية سجدة من جهاز تسجيل ونحوه. وبالنسبة لعدد السجدات فهم 15 سجدة، تعالوا نحفظهم في قصة ظريفة هتحكيها لنا الأستاذة نهال عبد العظيم. كان في بنت جميلة حلوة حافظة القرآن اسمها أعراف. البنت دي كانت في سن الجواز، اتقدم لها ناس كتير قوي قوي عشان يكتبوها، لكن هي ما وافقتش غير على واحد بس حافظ للقرآن وجميل وملتزم اسمه رعد. فجاء عرف ورعد اتجوزوا بعض، وراحوا مقضوا بقى شهر العسل. هيقضوا شهر العسل فين؟ هيقضوا في جزيرة النحل. بعد فترة ربنا سبحانه وتعالى من عليهم ببنتين حلوين جمال اسمهم إسراء ومريم. خلفوا إسراء ومريم وفرحوا بيهم قوي 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 قوي، بس كان نفسهم 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 في ولد. فقعدوا يدعوا ربنا ويصلوا ويستغفروا: يا رب يا رب ارزقنا بالولد، يا رب ارزقنا بالولد. ففي ناس نصحوهم قالوا لهم: ايه رأيكم اكتر حتة ربنا بيتقبل فيها الدعاء؟ روحوا حجوا. فما كدبوش خبر، راحوا حجوا وقعدوا يدعوا ربنا هناك ان ربنا يرزقهم بالولد. رجعوا من الحج، فاتت سنة برضو ربنا ما رزقهمش، لكن هما ما يأسوش، راحوا برضو يحجوا تاني السنة اللي بعدها. بعد ما رجعوا من الحج ربنا سبحانه وتعالى تقبل دعائهم ورزقهم بولد سموه فرقان. فرحوا قوي قوي بفرقان ده، وكانوا بيحبوا قوي، بس وكان بيحبوا برضو إسراء ومريم، ما كانش بيحبوا فرقان بس. خرج فرقان وإسراء ومريم يلعبوا في الجنينة، وكان طبعا فرقان صغير، كان قاعد بقى وماسك أكل في إيده عمال ياكل بقى ومبسوط. جه بقى عليه جيش من النمل وطلع عليه علشان ياكل الأكل اللي معاه ده، وراحوا بقرصينه جامد. يا خبر أبيض، فرقان تعب وسخن وعي، ومامته بابا زعلوا عليه قوي، اللي هما طبعا أعرفوا رعد، وخدوه وراحوا مودوه المستشفى. بقى الدكتور قال لهم: لا بسيطة بسيطة يا جماعة ما تخافوش، وعالجوا. فلما اطمنوا عليه وحسوا ان هو كويس سجدوا لله سجدة شكر. فأعرفوا رعد بقى قالوا لأولادهم إسراء ومريم وفرقان: ايه رأيكم بالنسبة ان فرقان خاف، يلا نروح نقعد نقضي يوم جميل على البحر. قالوا له: فكرة جميلة جميلة. قال لهم: يلا حضروا الأكل وهاتوا الخيمة ويلا نروح نقضي يوم على البحر. راحوا على البحر، فبابهم استأذنهم شوية ورجع لهم، لقوا صاد سمكة كبيرة جميلة، فرحوا قوي بيها. ومراته أخدت مراته اللي اسمها أعراف أخدت السمكة علشان علشان تطبخ لهم. السمكة كانت كبيرة فما عرفتش تحطها في في الطاسة اللي بتقلي فيها السمك، فراحت فصلت راسها عن جسمها. كلوا وشبعوا وحمدوا وشكروا ربنا وقعدوا لغاية بالليل. ولما قعدوا بالليل كده بصوا للسماء، الله، لقوا النجم طالع فيها وكان جميل، وقعدوا يتفكروا في خلق الله ويبصوا على النجم، بقوا مبسوطين منه قوي. شوية
هبت عاصفة جامدة جدا، فراحت عملت ايه؟ راحت خلت الايه الخيمة بتاعتهم تنشق من قوتها. فقال لهم بقوم يلا 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 نروح. فقاموا مع بعض كلهم يروحوا، وهم راكبين في العربية بتاعتهم قعدوا يقروا الورد بتاعهم، والورد بتاعهم كان يبتدي بإيه؟ بسورة العلق. يبقى كده انتهت القصة معايا، أتمنى إن هي تكون عجبتكم. طبعا إحنا عارفين إن مواضع السجدات في القرآن 15 موضع، زي ما قلت لكم الأول في الأعراف والآخر في العلق. يبقى إيه؟ أعراف اتجوزت رعد، قضوا شهر العسل في النحل، خلفوا إسراء ومريم، راحوا حجوا علشان إيه؟ ربنا يرزقهم بطفل، ما تقبلش أول عام راحوا حج العام التاني، ربنا رزقهم بفرقان النمل قرصه، لما خف سجدوا سجدة شكر، راحوا رحلة على البحر فرعد صاد سمك، وأعراف فصلت رأس السمك عن جسمها وطبختها لهم، وبالليل شافوا النجم، وجت عاصفة جامدة شقت الخيمة بتاعتهم، ويوم بيروحوا قعدوا يقروا دوم سورة العلق. سؤالنا النهاردة هيكون عن رفع الإيدين في الصلاة. بنشوف ناس بترفع إيديها قبل الركوع، وناس بترفع إيديها بعد الركوع، وناس ما بترفعش ايديها خالص، هو الصح فين؟ وكمان في صلاه العيد وفي صلاه الجنازه نرفع ايدينا مع التكبيرات ولا ما نرفعش ايدينا؟ وعشان اسهل عليكم الاجابه هتلاقوها في كتاب صفه صلاه النبي للشيخ الالباني، وكمان في كتاب فقه السنه للشيخ سيد سابق. هتلاقوا الكتابين موجودين تحميل مباشر على قناتنا بالتليجرام، شوفوا الاجابه واكتبوها لي في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. تابعونا على فيسبوك وانستغرام وتليجرام، الروابط كلها تحت الفيديو. اشترك في القناه بالضغط على الدائره اللي في النص، وشوف كمان فيديوهاتنا اللي فاتت، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.